نستكمل مع حضراتكم معانا على الهاتف عشان نعرف تفاصيل اكتر دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه السابق. صباح الخير دكتور. صباح الخير على حضراتكم وعلى الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا دكتور. يعني الحقيقه طبعا احنا النهارده في يعني موقف جديد علينا وظاهره طبعا يعني الناس كلها مهتميه بيها والناس كلها طبعا متابعاها وبتاخد حذرها، مش بس المواطنين ولكن الحكومة كمان والوزارات المعنية بده بتاخد إجراءات. خلينا نتكلم مع حضرتك، هل هذه الظاهرة يعني حدثت قبل كده في سنين ماضية؟ هو فعلا حدث قبل كده في سنوات سابقة، أفكر السادة المشاهدين لما كانت عنيفة جدا على صعيد وبالذات على أسيوط وبالذات على قريه ترونكا وجبل ترونكا، لما نزلت الامطار دخلت البيوت ودخلت المصانع ودخلت مصنع البترول، وكان حصل ايضا حريق هناك بسبب العنف بتاع نزول الميه. يعني هي حصلت منه قبل كده، لكن الاستعدادات الحاليه خلينا ان احنا مطمئنين اكثر من السابق. يعني طيب دكتور احمد، لما حصلت قبل كده زي ما حضرتك اوضحت حصلت بنفس العنف اللي هم يعني هيحدث اليومين دول ان شاء الله، ولا كان طبعا مختلف؟ لا، كانت اعنف كمان من كده، كانت اعلى يعني. يعني انا فاكر كويس قوي ان شده الميه وقعت بعض البيوت، شالت تقريبا دار ترونكا كلها، قريه ترونكا كلها. ده كان من كام سنه يا دكتور؟ تقريبا سنه 94 تقريبا كده، ودخلت انا فاكر على مصنع بترول هناك، وكان في حريقه وكانت الميه ماشيه، يعني الحريقه كانت ماشيه فوق الميه كده، يعني كان الناس فعلا ما كانش فيه استعداد الجامده زي الايام دي، مخلانا مطمنين. لان انا فاكر كويس قوي المنظر، ان كانت البيوت الميه داخلها وفيها حريق كمان ونار على سطح الميه، كان فيها البترول مولع، يعني كان منظر غير طبيعي يعني. لكن خلينا نقول الحمد لله على الاستعدادات الجيده الممتازه اللي عملها الحكومه. احنا ان شاء الله يعني اليومين يعدوا على خير، ولكن برضو خلينا اسال حضرتك، هل التغيير المناخي يعني هل ده ممكن يكون سبب في هذه الظاهره؟ اكيد طبعا التغير المناخي هو السبب الرئيسي فيما يشهده العالم كله من تغير في احوال الطقس والعنف في احوال الطقس على كافه انحاء العالم. طيب يعني احنا يعني توقعات حضرتك، هل بعد اليومين دول ان شاء الله يعدوا على خير، هل ممكن يحصل في الاسابيع المقبله حاجه برضو مفاجاه كده، ولا هم اليومين دول فقط؟ والله حضراتكم التغير المناخي خلانا يعني نتوقع ممكن يحدث اي شيء في اي وقت وبعنف شديد، وبالذات بعد الحرائق اللي احنا شفناها اللي كانت في سواء في البرازيل او في استراليا، دي عجلت بسرعه التغير المناخي نتيجه زياده نسب ثاني الكربون في الجو وتقليل الاكسجين. كل ده يمكن بالذات ثاني الكربون بيساعد جدا على سرعه وتيره التغير المناخي. فعلا زي ما حضرتك اوضحت، واحنا ان شاء الله يعني اليومين دول يعدوا على خير ان شاء الله. انا بشكرك جدا استاذ الدكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه السابق، بشكرك شكرا جزيلا.